الفضيحة تكبر رويدا رويدا، وثائق جديدة ستكون السبب في فتح التحقيقات مع رجل الأعمال شفيق جبر من مسؤولي إنفاذ القانون في أمريكا. فوفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أن رجل الأعمال شفيق جبر الذي يخوض نزاعا تجاريا وقضائيا ضد الشركة بالقاهرة يحاول جاهدا الكشف عن وثائق وشهادات جديدة من فولكس فاجن تتعلق بغشها في كميات الانبعاثات. كما ذكر الخطاب أن اسم محمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك أوتو للاستثمار والتنمية التي كانت موزعا لسيارات سكودا التابعة لفولكس فاجن في مصر حتى عام 2016، حيث قطعت سكودا بعدها علاقتها بجبر بعدما رفضت التوقيع على اتفاق بشأن التفتيش قبل الشحن. هذا وكشفت شركة فولكس فاجن بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية أن شفيق جبر استعان بجماعة في أمريكا للضغط على الشركة في الكونغرس ووسائل الإعلام من خلال مقالات افتتاحية وإعلانات تلفزيونية، مشيرة إلى وصول رسائل تهديد وابتزاز من شفيق جبر. قال خلالها أن تحقيق الكونغرس يمكن أن ينتهي تماما إذا دفعت الشركة له مبلغا ماليا ضخما. وكان لشفيق جبر وقائع أخرى مماثلة، منها واقعة مع شركة إعمار العقارية أثيرت في كل وسائل الإعلام منذ فترة، ووصفها رئيس الشركة العبار بالابتزاز، وانتهت بعد أن دفعت الشركة لجبر 180 مليون دولار. كما توجد واقعة أخرى مشابهة معروفة بجبل الحريم. نهاية